أكد وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم غياب الحكومة في أماكن التعدين وأسواق الذهب منذ بدء عمليات التعدين الأهلي في العام 2006، وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قضايا التعدين في السودان بالخرطوم إن الحكومة لا توفر أي خدمات بمناطق التعدين، على الرغم من أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات المنتجة في ظل تراجع الزراعة والصناعة. وشدد إبراهيم على أهمية وجود الحكومة وبسط خدماتها في مناطق التعدين حتى يستفيد الاقتصاد من هذا القطاع، مقرا بعدم جاهزية الحكومة بنسبة 100% لا سيما من ناحية السياسات وبسط الخدمات. وأعلن عن خروج بنك السودان نهائيا من مشتريات الذهب.